مرحبا سيد الرئيس. مرحبا. بس عليك. يا مرحبا. بيك واهلا. يا مرحبا. لاباس. واش راكم؟ مرحبا. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. واش راكم؟ الله يسلمكم. على سلامتك. واش راكم؟ بخير. الحمد ربي. واش راكم على الخدمة؟ لا تنكس. الحمد لله. سالمين. لله الحمد. الحمد لله. الحمد لله. أصل مرحبا. بيك واهلا. مرحبا كبير. كبير. أيوا واجب. على كل. واجب بالله. أعتقد هو على كل حال أنا اللي عجبتني وعجبت حتى السيد الفريق أنك امتثلت العدالة الإسبانية وعطيت صورة على الجمهورية العربية الصحراوية بأنها جمهورية تاع قانون ما تخرج عمرها ما تخرج على القانون. هذا واجبنا السيد. هذاك هو. أنا مناضل للقضية. نعم. من أي موقع ومن أي مكان وفي أي ظروف. المهم حسب روحك. صافا صافا راني في تطور ملحوظ ومنا الايام ان شاء الله الميدان ان شاء الله ان شاء الله. خذ راحتك على كل حال ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خير. واجب. جزاكم الله خير. الله يمتنكم قويكم. الجزائر تبقى شامخه الى الابد. شكرا. امور قضايا تاع الحق عمر الجزائر ما وخرت من أول يوم استقلال تكون قضية تحت شخصية وشكل ولا الإسبان. على كل حال مهما كان الحال نشكرهم الجهد. الجهد على القبول نهار الأول والحمد لله العلاج كان صايب. جيتنا معافى الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. احنا شرفناهم شوي بعدالتهم. درت مليح شرفت عدالتهم. لا هذه من شيم المناضلين والثوريين من شيمهم انهم يحترموا العداله عكس ما يقال. من اساس ركائز نضالنا هو العداله. نعم. من اجل العداله ثم طالبين من العالم باسرع عداله ما يمكنش تتخلوا على العداله. هذا هو. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الحمد لله على سلامته. سلمكم جميعا ويمد في أعماركم إن شاء الله ويعطيكم. راك في بلدك. راك في بلدك. أنت ظن بلي أنا اليوم أجد أي إنسان أحسن مني ظروف وأنا في الجزائر مش موجود. أراني في أحسن ظروف نفسية معنوية جسدية في سوي عالجي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نتمنى لك تخرج في أقرب وقت إن شاء الله. موفق. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا بخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك. شكرا سيد الرئيس. Thank you.